اشنو هو الملف ديال طنجة مربط مرتبط في هادشي؟ شي واحد شي مقال قال مقال، غادي ندخلوا للتفاصيل. الناس ديال النسيج ما تقبلوش اننا نوقفوا ما نخليهمش يصدروا، باش نوقفوا قررت باش نوقفوا ما يصدروش، بعد الاكتفاء الذاتي ما وصلنالوش. واش حنا غادي نقبلوا اننا نصنعوا في المغرب باليد العامله المغربيه؟ جبتو من الخارج ولا ما جيبوش من الخارج؟ هذاك مشكل ديالك. انا هادشي كيتصنع في المغرب، ما نعطيوش للمغاربه قبل ما يخرج؟ هادشي مستحيل، ما يمكنش نتقبلوه. اذا نرجعوا لهادشي ديال الثوب. واش وقع في طنجه؟ طنجه عيط للرئيس ديال الفيدراليه ديال لاميت، الفيدراسيون ديال التكستيل اللي هو في طنجه، قلت له عندنا هادو ديال اللي كيتستعملوا كيتلاحوا، هذا ماشي مشكل ديالك، حنا صافي حلينا المشكل ديالنا، ولكن خصنا ديال الثوب اللي كيعاودي تستعملوا، لان هادوك بوحدهم ما كافينش، خصنا يكون عندنا بجوج. قبل انه يشتغل معنا في هذا الشيء، جمع 34 ديال الشركات اشتغل، وجد هو واحد 3 مليون، عطى 2 مليون وزارة الداخلية باش يمكن لهم يشتغلوا، وباع شي 200 ألف في السوق في واحد من لي سوبر مارشي، وبقى عنده 800 ألف، ولكن 34 ديال الشركات خدمهم باش نوجدوا نوصلوا لهذا المليون يوميا. راه الشركات تصوبوا 80 ألف شي 20 ألف في النهار، باش توصل 2 مليون خصك بزاف الشركات اللي يشتغلوا. هاد السيد اشتغل معنا، مع الأسف في هاد الفترة تقاس بكورونا، لأن كتحس شوية، كنحس شخصيا بشوية ديال المسؤولية. لأن هاد السيد أنا اللي طلبت منه باش يعاوننا ويمشي، تيمشي للمعامل، 34 معمل مشى لهم. جاو قلبوه، لقاو ما فيه، قلبوا المعمل ديالو، لان كنديروا هاد لي تيست في المعامل على الناس اللي تقلبوا، قلبوا حتى هو لقاوه الا مقياس الكورونا، ولكن ما عنده حتى شي سيمبتوم اسيمبتوماتيك. هاد لي كان اللي ما عندهمش لي سيمبتوم ما كيمشوش للسبيطار، كيديروهم في الحجز في الاوتيل. الا عندهم مشكل كيمشيو للسبيطار، ما عندهم مشكل لان 5% اللي كيخصهم الريسبيراتوار. تكتب في الجرائد انهم مشاو لعندو، لقاوه بلا عنده 6 مليون ديال الكمامات موجوده للتصدير. اذا عيطت للوالي سولته واش هادشي كاين، قال لي هادشي ابدا ما كاينش. إذن هاد لي فيك نيوز حنا مولفينهم. اللي ماشي مغربي، ماشي من في التقاليد ديالنا ولا في، وهو تشوف شي واحد مشى خدم الوطن وتقاس، وفي هاد الفترة تجي تلعب في هادشي، تقول انه راه باش توسخو هاد السيد كيتلعب بغا يصدر. هو من الناس الاولين اللي اشتغلوا باش يوجدوا هاد الكمامات، هادشي انا ما كنتقبلوش. وزادوا على هادشي انني درت ضغوطات شخصيا على الوالي باش يديه لدارو، عاود سولت الوالي لان ما عرفت، قلت مع راسي كما شي حاجه نسيتها. قال لي ما كان معنا عندنا اتصال يوميا، ولكن ما هضرناش على هاد السيد هذا. وتكتب انه هذا السيد صديقي سنين، ولهذا تدخلت. انا هذا الشيء ما كيهزنيش، مولف به، ماشي المره الاولى باش كنقرا هذه المسائل، ما عندي مشكل. ولكن اللي ما عجبنيش هو هذا السيد اللي خدم الوطن، ملي تقاس البلاصه باش نقفوا بجانبه كيبداو البعض، وكنظن انه البعض من القطاع هادو اللي بغاو يديروا التصدير غير ارتاحوا. ما غادي يكونش تصدير الا ما كانش مقنن. تعليمات صاحب الجلاله واضحه، وانا ما غاديش نغيرها ولو دفنيتها. كيف كنقولوا المغاربه قبل، دابا اللي كاين
هاد الناس اللي منوضين صداع باش تكون فرصكم ما صوبوش ولا كمامة للمغاربة. هادو اللي تيهضروا نهار غادي نحل المرة خصني نحل واش هادوك اللي خدموا المغاربة ولا هادوك اللي جالسين في ديورهم كيتفرجوا فينا. بالله عليكم واش دابا نتوما إذا كنتوا في القرار غادي تسبقوا الناس اللي جاوا من اللي عيطنا لهم قلنا لهم اجيو تعطيو الكمامات للمغاربة ولا هادوك اللي بقاو جالسين في ديورهم كيتسناو حتى نوصلوا الاكتفاء الذاتي ونتهنى باش يبيع عليه هو بجوج ديال لي زورو في الخارج. كيف كنقولوا في المغرب لا يحاسبنا ما كاين مشكل ما كاين مشكل ولكن الضغوطات علينا باش نحلو غير تهناو غير طمأنوا كبرلمانيين ورجال الاعمال يطمأنوا راه مولفين ما غاديش نطلقوا حتى نوصلوا للاكتفاء الذاتي المغربي باي وجه كان. واللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. كاين شويه المعقول مرحبا كاين هادشي مولفين به وقادين به ما يمكنش نتلعبوا بالصحه ديال المغاربه باش نربحوا الفلوس. هادشي راه فيه راه مشكل راه ولدان دابا واحلين في الخروج ديال الحجر الصحي لان ما عندهمش الكمامات. حنا الحمد لله كاينين عندنا ولكن حيت كاينين عندنا عنده واحد بغى يبدا يبيع فيهم ويجري نحلوا له الباب ويكتب انه راه هذاك السيد اللي شد معنا باش نوصلوا نصنعهم راه داير 6 مليون بغى يصدرهم. باش تصدر الكمامات خصك البلاد اللي غادي يشريهم منك يدوزهم يدير لهم لا سيرتيفيكاسيون. مازال ما عندنا ما جربناش لا سيرتيفيكاسيون لاننا ما نعليهم باش يخرجوا. خصك تصيفطهم ودير لهم لا سيرتيفيكاسيون عادي ممكن لك تصدرهم. اعطي بعدا للمغاربه داك الشيء اللي خصهم عاد نهضروا. اذا باش يكون عندكم هذا الشيء تصحابناش هذا الملف ما غاديش يتفتح ولكن ملي تفتح لازم نعطيكم توضيحات. التوضيحات هما هادو. هذاك السيد الله يشافيه قال انه صاحبي مرحبا انا اكتشفته هذه 6 شهور ملي راه رئيس ديال الفيدراليه واكتشفته بزاف في هذه الفتره هذه وكنتمنى له الشفاء وملي غادي يخرج كنتمنى انه يكون صديق لان يعني غادي نكون فخور مغاربه في هذا المستوى كون انا صديق ديالهم. كان سؤال ديال اش يمكن لينا نصدروا الان كنصدروا السيارات في هذه الفتره هذه.